وصول النهائي هذيك تجي من بعد هذيك من تارك صوتيت هذاك وقتاش تقول نوصل للنهائي قبل ما تبدا الاخر لازم تكون محضر لازم تكون جات تحضير ولا بالك كاع لي جوار تما اللي كان عندك ارمادا حنا ديجا رانا حنا هو كاين بليسا واحد راهو شغل الكارديا راهو راح في هاد الاخر ما تقدرش تسبق الاحداث قول زعما انا نروح ما راكش في طابلومون محضر مليح مليح حنا رانا نوسعوا باش كيما يقولوا راهو يحضر مجموعه باش نقولوا بسم الله نبداو انغولا ومن بعد نزيدوا بوركينا فاسو ونزيدوا موريتانيا قبل ما نختم الجزء الاول وكنقول لك ان الهدف حنا كجماهير وكاعلام وكراي عام اننا نوصلوا الى النهائي بهذه التركيبه بهذه الظروف واش رايك؟ هكذا راك تلعب في الاخر هكذا راك تلعب في الكازينو هكذا انت راك هذا لعب هذا ما تقدرش تقول بلي حنايا نروحوا ندوق كاس افريقيا نوصل الى هذا تسمع لي منك تحكي هكذا الهدف بالماضي هو قال هكذا يا لا بالماضي في وقت سابق قال انه محيطي يطالبني بكاس امم افريقيا صح. ثم بعدها جدد خطابه ولم يحدد الهدف الاساسي يعني لم يكشف بصريح العباره وقال انا ذاهب الى كاس امم افريقيا من اجل جلبها لان احنا نكلم لك على الجماهير نكلم لك على الراي العام الصحافه وسائل الاعلام لاعبين سوريا سابقين جمهور كيتكلموا يقول لك النهائي والفوز باللقب خلينا من فوز باللقب حبيت الراي تاعي انا اكيد انت تقني من المستحيل نقول لك انا من دوك ما ندخلش في علم ربي بالتوليفه الحاليه بالظروف الحاليه انا ما نخش في علم ربي اكيد داري بها غير الله كما يقولوا بصح انا نقول لك هكذا كي بهذه الظروف بهذه التركيبه هذه بعض المعطيات تراها مستحيل